السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 30 مايو 2024. تابع معنا الفيديو للنهاية. أولاً، بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو فراخ الأبيض، 93 جنيه. سعر كيلو مهات الأبيض، 85 جنيه. سعر كيلو فراخ الساسو، 106 جنيه. سعر كيلو فراخ البلدي، 111 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض، من 28 جنيه ل 30 جنيه. سعر الكتكوت الساسو من 19 جنيه ل 21 جنيه سعر الكتكوت البلدي من 8 جنيه ل 10 جنيه بالنسبه لاسعار البيض كرتونه البيض الابيض 119 جنيه كرتونه البيض الاحمر 117 جنيه كرتونه البيض البلدي 129 جنيه في النهاية بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته